إياك أن تشاور سبعة. يعني في سبعة أصناف لا تشاورهم أبدا: جاهل أو عدو أو حسود أو مرائي أو جبان أو بخيل أو صاحب هوى. لأن العالم الذي قال هذا الكلام لمريده عندما سأله قال له زدني، قال لأن الجاهل يضلك، يعني هيدلك على إيه؟ يدلك على ضلال، والعدو يريد هلاكك، والحسود يريد أن تزول عنك النعمة، والمرائي يعجبه إلا رضا الناس فما يهموش أنت سبحان الله، والجبان في نيته الهرب، دايما الجبان عايز يهرب سبحان الله، والبخيل عينه على ماله ولا صاحب هوى لأنه أسير هواه. إياك أن تشاور هؤلاء.